تنفيذ البرنامج الفني للإدارة التقنية الوطنية للاتحاد القطري لكرة القدم. برنامج للفسيولوجية المطبقة لكرة القدم. اختبار فاميفال. النظري لاختبار فاميفال. فام ايفال بالفرنسوية تعني في فيتس، والآ ايروبي، والام ماكسيموم، وايفال ايفالويشن ايفالويشن، هذا يعني بأن أعلى سرعة هوائية. الاختبار لتحديد أعلى سرعة هوائية للاعب. اسمحوا لي أن أشكر جميع مدربين اللياقة البدنية ومدربين قطاع الناشئين. الطريقة المستعملة في التسعينات هي تيست فاميفال، وهنا نرى بأن خلال التيست فاميفال من طبقة إلى طبقة السرعة ترتفع، والاختبار يبدأ بطيء جدا، ولكن من كل دقيقة السرعة ترتفع بصفر فاصلة خمسة كيلومتر. الحلبة. الحلبة هي مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء فيه 20 متر، 10 أجزاء، إذا الحلبة فيها 200 متر. خلال الاختبار للفاميبال لما اللاعب يتعب وما يمكن يتبع الإيقاع، لأن الإيقاع يرتفع من طبقة إلى أخرى، ولما يخرج اللاعب المدرب يكتب أي طبقة خرج وفي أي وقت في الطبقة، لأن كل طبقة مقسمة من 15 ثانية إلى 30 إلى 45، وعلى حسب الطبقة وعلى حسب سن اللاعب هذا الجدول يعطيك كمية الأكسجين المستهلكة في الكيلوغرام في الدقيقة، ويعطيك كذلك أعلى سرعة هوائية وصلها اللاعب. وهنا أفسر، لما عدنا فريقين، فريق عنده معدل ديال السرعة الهوائية حوالي 19 كيلومتر في الساعة، وفريق ثاني عنده معدل للسرعة الهوائية تساوي 16 كيلومتر في الساعة، ولما يكون إيقاع المباراة هو 18 كيلومتر في الساعة، فالفريق الأول اللي هو عنده المعدل ل 19.5 كيلومتر في الساعة هو يكون مرتاح جدا، لأن الإيقاع أقل من أعلى سرعة هوائية موجودة عنه. أما الفريق اللي هو عنده معدل ديال 16.50 كيلومتر في الساعة فهو يصب صعوبة جدا، لأن الإيقاع أعلى من معدل لأعلى سرعة هوائية للاعبين. وفي هذه الحالة فهذا الفريق لا يمكن أن يلعب ويتبع الإيقاع، ومن طبيعة الحال سيتعب وسينهزم. ولهذا يجب من خلال التمارين أن نرفع أعلى سرعة هوائية لهذا الفريق إلى أعلى مستوى حتى يمكن ينافس بإيقاع أعلى. تطبيق اختبار فاميفال. ونبدأ بالتطبيق على المدربين. إذن هنا في الحلبة بين كل علامة 20 متر، والإيقاع يكون مرغم على المدربين. هنا آلة تعطي الإشارة، وبكل إشارة يجب على اللاعبين أن يكون موجودون بجنب الإشارة. إذن المجموعة هنا بجنب هذه العلامة نسمع الصوت. الصوت هو اللي يعطي الإيقاع. إذا كان لاعب جد بطيء فالمدرب يقول له أسرع، وإذا كان سريع يقول له أنزل.
ننقص من السرعة حتى الإيقاع يكون عنده علاقة بالآلة الصوتية. ومن طبيعة الحال الإيقاع يرتفع كثير، ومن بعد اللاعبين ما يمكن لهم أن يتبعوا الإيقاع ويوقفون. وهنا نرى التطبيق داخل الأندية. وبجنب هذه العلامة الإشارة الصوتية، الإشارة الصوتية، إذن لا يمكن على أي لاعب أن يسرع أو يمشي ببطء، لأن الآلة الصوتية هي اللي كترغم عليه الإيقاع، ومن كل دقيقة الإيقاع يرتفع ويرتفع 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 حتى اللاعب يوقف ويخرج. وهناك نسجل الطبقة ونسجل الوقت، ومن خلال الجدول تكون عندنا بالضبط أعلى سرعة هوائية عند اللاعب بالكيلومتر في الساعة وبالمتر في الثانية، وتكون عندنا كمية الأكسجين المستهلكة في الدقيقة بالكيلوغرام، وتكون عندنا كذلك أعلى سرعة هوائية بالكيلومتر في الساعة. شكرا لكم، أخوكم حرمة الله السباعي مولاي حسن.